إلى شركة سوليدات وبيجوا بيغرموها. وهون الكارثة، قدروا هالأرض، سعر الأرض ري مطمورة بمليون ومئتين وخمسين ألف ليرة، تنضرب سعر المتر بخمس مرات، وانضربت بالمساحة ري انطمرت بدون وجه حق. طلع على شركة سوليدار غرامة قدرة 83 مليار و750 مليون ليرة لبنانية. عندها أرسلت وزارة النقل كتاب إلى النيابة العامة التمييزية وطلبت منها ملاحقة المخالفين، وأرسلت كتاب إلى قوى الأمن الداخلي للعمل على إزالة المخالفة، وكتاب آخر لشركة سوليدار اللي دفع هالغرامة. هلأ ما في شك الدولة حفاظا على حقها مفروض انه تحصل هالمبلغ، وهالمبلغ بشكل عبء كبير على شركة سوليدار ري بيوازي 56 مليون دولار. هلأ هيدا هو وضع المرفأ، وضع المحيرة، ما في شيء بيرعاه هون. مطلوب من الدولة انه توضع يدها وينعمل الحل الحاسم. من جهة اخرى، تم تعديل موقع منتزه المشاة على الواجهة البحرية من الخط المحمي بكاسر موج وبحيرة الى خط المواجهة الامامية يلي بتتكسر عليه امواج البحر. لما سوليدار عمرت حماية وحدة بدل حمايتين وحطت الممشى على الحماية الأولى اللي هي بيصدم فيها الموج، عدا عن الردم الإضافي اللي عم تكتسبه من هالشيء، عم بتشكل خطر على المواطن اللي بده يروح يتمشى على هالمنتزه، لأنه بيكفي بلا حكي إنه تشوفوا صور الموج اللي هو أخذ بأذار سنة 2000 وقت ما كان البحر هي، تتعرفوا شو الخطر اللي مبين بطريقة واضحة، إن كان على الممشى الأولاني أو الممشى الثاني أو التروتوار الثالث، لأنه عم يقطع الموج الثلاث جليل سوا. نحن كمساهمين شجعنا على أساس ما سمعناه من الدولة ومن الحكومات المتتالية إنهم بدهم يشجعوا الاستثمار في البلد، فجينا وجبنا شوية مصاري ومبالغ محترمة جدا، واشتغلنا وشاركنا ملكنا أسهم بشركة اسمها سوسيتي دي باندومير اللي هي حلت محل نادر، وكان هذا كله بناء على أنه في مشروع متكامل بما فيه المرفأ بما فيه المرآب وغير والأوتيل وكله متكامل مع بعضه. ففجأة منشوف أنه بيتغير، بيبتدي التغيير في المخططات وتغيير في الخرائط وصدور مراسيم، وإلى ما هنالك من مشاكل ما بتشجع على الاستثمار الجديد اللي كنا مفتكرين انه نعمله بهالبلد اللي هي بلدنا ووطننا يعني، وعشنا فيها وبدنا نموت فيها واولادنا عاشوا فيها وبدهم يموتوا فيها. هذا من ناحية، ومن ناحية تانية نستغرب إنه كيف نحن بنريد ندفع للدولة مبالغ اللي هي رسوم عقارية اللي ناتجة عن تنفيذنا أشغال وتمليكنا مقابل هالتنفيذ الأشغال اللي هي بالملايين الدولارات التكلفتها كانت، إنه نحن بدنا ندفع رصيد المبالغ المترتبة علينا واللي بتملغ ملايين كمان، واللي دفعنا على الحساب لحد هلأ ما يقارب 250 مليون ليرة، ومن لاحق وزارة المالية والجهات المختصة في وزارة المالية لإنهاء معاملة التخمين، ولحد هلأ بعد جمعة بعد جمعتين بعد يوم بعد يومين كل يوم منروح ومنلاحق، وقصة معاملة ما بنعرف ليش ما صدر قرار التخمين. وهذا كمان كله بيجيب للدولة مصاري وهي بأمس الحاجة، ونحن قدمنا كفالات
حوالي 100 مليون دولار منشان تنفيذ الأشغال بالبحر، وقفت لنا 100 مليون دولار عفوا مليون دولار كفالة اللي نحن عم ندفع رسومها، واللي هي الدولة لو ما أنهينا الأعمال وفق الشروط ووفق المواصفات وضمن المدة كانت سحبت 100 مليون دولار. فبنستغرب إنه ساعة بدهم ساعة ما بدهم، ساعة بدهم أشغال وبدهم مستثمرين وبدهم تشجيع الاستثمار، وبنشوف إنه ما يخلقوا عراقي، ما في شيء عم بيشجع حدا. جيب مصاري بقصد إنه نعمر المشروع، وما منعمر المشروع إلا لأنه في المرفأ، وإذا كان راح المرفأ مبدئيا بيروح المستثمر. شو جاي يعمل المستثمر؟ قال له تعا وعمر وخذ مرفأ، بعد شوي بيقول له لا شلت لك مرفأ، بعد شوي بيقول له كمان شلت لك طابين، بعدين بيقول له كمان رح شلت لك طابين، ضروري سان جورج كمان يتجمد إذا هن بدو يتجمدوا، نحن ماشيين كنا. نحن لحد اليوم يعني بالقوة وصلونا أن نوقف، إذا وصلونا نوقف ونفل يكونوا اشتغلوا 7 سنين تيوقفونا، ونحن عم نشد تنمشي. وأنا مش شايف هن عم يشتغلوا، أنا مش شايف إنه سوليدير عم سوليدير بدها تحط أراضي وتنام عليهم هيدا، وعم تعمل قد ما فيها أكثر وقت ما فيها أكثر، وعم تتسلط على اللي حواليها، لأنه في شافة أرض مثلا غرب سان جورج، إيه ليه مشرطينا وحامينا سوليدير؟ شو موقف الدولة من الأراضي اللي هن بسموها أهل سوليدير سقطت سهوا بجيبتهم؟ يعني حلو كثير هيدي إذا سهوا بسقط أشياء بال 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 عندي، ما في شيء سهوا، لازم يرجع كل شيء لحقه وكل شيء للمالك تبعه. يعني بطلب أنا من دولة الرئيس الحريري يفسر لي شو اللي بده إياه، كيف بيعطي 12500 متر وبعد شوي بيقول غلط؟ معقول يغلط؟ معقول يجيب مستثمرين يحطوا مصاري وحطينا مصاري وعمرنا وبلشنا نعمي؟ أثيرت في الفترة الأخيرة ضجة حول مشكلة بين السوليدار وسان جورج، شو حقيقة الضجة؟ سأل السوليدار وسان جورج العاضي بينهم تمت تسويت على القضية ما بقت تتسوى تصرف مش منطقي. الهيئة أنه بس المستثمرين اللي راضين عليهم أنه حيستثمروا، الباقيين مش مرغوب فيهم. أنا بالنسبة لي المساج اللي عم يوصل لي أنه روح فل من هالبلد، يجب على الحكومة أنه تحمي مصداقية الدولة. الدولة عندها مصداقية